جلجلوتية. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطبت. وصليت بالثاني على خير خلقه محمد من زاح الضلالة والغلت. إلهي لقد أقسمت باسمك داعيا بآج وماهوج جلت فتجلجلت. سألتك بالاسم المعظم قدره ويسر أموري يا إلهي بصلمهت. ويا حي يا قيوم أدعوك راجيا بآج أيوج جلجليوت هلهلت. بصمصام طمطام ويا خير بازخ بمحراش مهراش به النار أخمدت. بآج أهوج يا إلهي مهوج ويا جلجلوت بالإجابة هلهلت. لتحيي حياة القلب من دنس به بقيوم قام السر فيه وأشرقت. علي ضياء من بواريق نوره فلاح على وجهي سناء وأبرقت. وصب على قلبي شآبيب رحمة بحكمة مولانا الكريم فأنطقت. أحاطت بي الأنوار من كل جانب وهيبة مولانا العظيم بنا علت. فسبحانك اللهم يا خير خالقين ويا خير خلاق وأكرم من بعث. فبلغني قصدي وكل مآربي بحق حروف بالهجاء تجمعت. بسر حروف أودعت في عزيمتي بنور سناء الاسم والروح قد علت. أفض لي من الأنوار فيضة مشرقين علي وأحيي ميت قلبي بطيطات. ألا وألبسني هيبة وجلالة وكف يد الأعداء عني بعلمهات. ألا واحجبني من عدو وحاسد بحق شماخ أشمخ سلمت سمات. بنور جلال بازخ وشرا طخيد بقدوس بركوت به الظلمة جلت. ألا واقضي يا رباه بالنور حاجتي بنور أشمخ جليا سريعا قد انقضت. بياه ويا يوه نموه أصاليا ويا عاليا يسر أموري بصيصلت. وأمنحني يا ذا الجلال كرامة بأسرار علم يا حليم بك انجلت. وخلصني من كل هول وشدة بنص حكيم قاطع السر أسبلت. وأحرسني يا ذا الجلال بكافك يا جابر القلب الكثير من الخبت. وسلم ببحر وأعطني خير برها فأنت ملاذي والكروب بك انجلت. وصب علي الرزق صبة رحمة فأنت رجاء العالمين ولو طغت.
وأصمم وأبكم ثم أعم عدوها وأخرسهم يا ذا الجلال بحوسمة وفي حوسم مع دوسم وبراسم تحصنت بالاسم العظيم من الغلت وأعطف قلوب العالمين بأسرها علي وألبسني قبولا بشلمهت ويسر أموري يا إلهي وأعطنا من العز والعليا بشمخ وأشمخت وأسبل علينا الستر واشف قلوبنا فأنت شفاء للقلوب من الغثت وبارك لنا اللهم في جميع كسبنا وحل عقود العسر بيايوه ارتحت بياه ويايوه ويا خير بازخين ويا من لنا الأرزاق من جوده نمت نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالإسم ترميهم من البعد بالشتت وأخذلهم يا ذا الجلال بفضل من إليه سعت ضب الفلاة وقد شكت فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففل لميم الجيش إن رام بي عبت وكف جميع المضرين كيدهم وعني بأقسامك حتما وما حوت فيا خير مسؤول وأكرم من أعطى ويا خير مأمول إلى أمة خلت أقد كوكبي بالإسم نورا وبهجة مدى الدهر والأيام يا نور جلجلت بآج أهوج جلمهوج جلالة جليل جل جلوت جماه تمهرجت بتعداد أبروم وسمراز أبرمين وبهرة تبريز وأم تبركت تقاد سراج النور سرا بيانة تقاد سراج السرج سرا تنورت بنور جلال بازخ وشرنطخ بقدوس بركوت به النار أخمدت بياه ويايوه نموه أصاليا بطمطام مهراش لنار العدا سمت بهال أهيل شلع شلعوب شالع طهي طهوب طيطهوب طيطهت أنوخ بيملوخ وأبروخ أكسمت بتمليخ آيات شموخ تشمخت أبازيخ بيذوخ وزيموخ بعدها خماروخ يشروخ بشرخ تشمخت ببلخ وسميان وبازوخ بعدها بذيموخ أشموخ به الكون عمرت بشلمخة اقبل دعائي وكن معي وكن لي من الأعداء حسبي فقد بغت فيا شمخة يا شمخة أنت شملقا ويا عيطلا هطل الرياح تخلخلت بك الحول والصول الشديد لمن أتى لباب جنابك والتجى ظلمة جلت بطه وياسين وطاسين كن لنا بطاسين ميم للسعادة أكبلت
وكاف وهياء وعين وصادها كفايتنا من كل عين بنا حوات بحاميم عين ثم سين وقافها حمايتنا منها الجبال تزلزلت بقاف ونون ثم حاميم بعدها وفي سورة الدخان سرا قد احكمت بألف ولام والنساء وعقودها وفي سورة الأنعام والنور نورت وألف ولام ثم راء بسرها علوت بنور الاسم من كل ما جنت وألف ولام ثم ميم ورائها إلى مجمع الأرواح والروح قد علت بسر حواميم الكتاب جميعها عليك بفضل النور يا نور أقسمت بعم عبس والنازعات وطارق وفي والسماء ذات البروج وزلزلت بحق تبارك ثم نون وسائل وفي سورة التهميز والشمس كورت وبالذاريات الذر والنجم إذ هوى وباقتربت لي الأمور تقربت وفي سور القرآن حزبا وآية عدد ما قرأ القاري وما قد تنزلت فأسألك يا مولاي في فضلك الذي على كل ما أنزلت كتبا تفضلت بآهيا شراهيا أذناي صبوة أصباوث آل شداي أقسمت بطيطرت بسر بدوح أجهزط زهج بواح الوحاب الفتح والنصر أسرعت بنور فجش مع ثضخز يا سيدي وبالآية الكبرى أمني من الفجت بحق فقج مع مخمة يا إلهنا بأسمائك الحسنى أجرني من الشتت حروف لبهرام علت وتشامخت واسم عصا موسى به الظلمة انجلت توسلت يا رب إليك بسرها توسل ذي ذل به الناس اهتدت حروف بمعناها لها الفضل شرفت مدى الدهر والأيام يا رب إن حنت دعوتك يا الله حقا وإنني توسلت بالآيات جمعا بما حوت فتلك حروف النور فاجمع خواصها وحقق معانيها بها الخير تممت فأحضرني عونا خديما مسخرا طهيم فيائيل به الكربة جلت فسخر لي فيها خديما يطيعني بفضل حروف أم الكتاب وما تلت فأسألك يا مولاي في اسمك الذي به إذا دعي جمع الأمور تيسرت إلهي فارحم ضعفي واغفر لي زلتي بما قطعتك الأنبياء وتوسلت.
أيا خالقي يا سيدي اقض حاجتي إليك أموري يا إلهي تسلمت توسلت يا ربي إليك بأحمد وأسمائك الحسنى التي هي جمعت فجد واعف واصفح يا إلهي بتوبة على عبدك المسكين من نظرة عبات ووفقني للخير والصدق والتقى وأسكنني الفردوس مع فرقة علت وكن بي رؤوفا في حياتي وبعدما أموت وألقى ظلمة القبر انجلت وفي الحشر بيض يا إلهي صحيفتي وثقل موازيني بلطفك إن خفت وجوزني حد الصراط مهرولا وأحمني من حر نار وما حوت وسامحني من كل ذنب جنيته واغفر خطيئات العظام وإن علت فيا حامل الاسم الذي جل قدره توقى به كل الأمور تسلمت فقاتل ولا تخشى وحارب ولا تخاف ودس كل أرض بالوحوش تعمرت وأقبل ولا تهرب وخاصم من تشاء ولا تخش بأسا للملوك ولو حوت فلا حية تخشى ولا عقرب ترى ولا أسد يأتي إليك بهمهمات ولا تخش من سيف ولا طعن خنجر ولا تخش من رمح ولا شر أسهمت جزى من قرأ هذا شفاعة أحمد ويحشر في الجنات مع هور صففت واعلم بأن المصطفى خير مرسلين وأفضل خلق الله من قد تفرقت وصدر به من جاهه كل حاجة وسله لكي تنجو من الجور والطغاة وصل إلهي كل يوم وساعة على المصطفى المختار ما نسمة سمت وصل على المختار والآل كلهم كعد نبات الأرض والريح ما سرت وصل صلاة تملأ الأرض والسماء كوبل غمام مع رعود تجلجلت فيكفيك أن الله صلى بنفسه وأملاكه صلت عليه وسلمت وسلم عليه دائما متوسلا مدى الدهر والأيام ما شمس أشرقت وسلم على الأطهار من آل هاشمين عدد ما حج الحجيج وسلمت وارض يا إلهي عن أبي بكر مع عمر وارض علي عثمان مع حيدر الثبت كذا الآل والأصحاب جمعا جميعهم مع الأولياء والصالحين وما حوت
مقال علي وابن عم محمد وسر علوم للخلائق جمعت.